بدأت شغلي بعد التخرج فوراً، واشتغلت عملت دورات طبعاً بالبداية. اشتغلت، كانت أول دورة عملتها هي الأساسيات المرشدية، اشتغلت مع شبكة حراس مركز دعم نفسي، وبعدها هي كانت مدة بسيطة تقريباً شي 3 شهور، وقف المشروع، فأنا هون اتجهت للاتجاه اللي أنا بحبه هو مجال رياض الأطفال. أنا بعد ما توقف شغلي مع مزايا خضعت لتدريب خاص بالدعم النفسي، قدمت على النساء الآن في معرض النعمان، هو مركز لتمكين المرأة، وكانت الدورة طبعاً اللي عملتها لتمكين قدراتي ومهاراتي في هالمجالات، والحمد لله هلأ إلي تقريباً 2 أو 3 مستلمة الشغل هون كعاملة اجتماعية.